كاتابوليزم بريك داون اند انابوليزم ذا كونستراكشن. اوكي، ذيس ار ذا ديفرنت كيميكال رياكشنز ذات تيك بليس ان ذا بودي. دي التفاعلات الكيميائيه المختلفه اللي بتحصل في جسمك. طيب يبقى انا بيحصل في جسمي عمليتين، عمليه اسمها ايه وعمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها كاتابوليزم وعمليه اسمها انابوليزم. حلو، كاتابوليزم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بريك داون. بريك داون اوف ايه؟ بريك داون اوف ماكرو مولكيولز، اوف كومبلكس مولكيولز، اوف لارج مولكيولز. زي مين يا باشا؟ زي بروتينز، بولي سكرايدز، كربوهيدرات، اند فاتس. وتديني سمولر مولكيولز زي مين يا باشا؟ بروتينز ويل جيف لايبريت امينو اسيدز، الفاتس هتديني جليسرول اند فاتي اسيدز، الكربوهيدرات هتديني مونو سكرايدز. يبقى انا بكسر الماكرو مولكيولز انتو سمول مولكيولز بيلدينج يونتس اند لايبريت انرجي. طب انت بتكسر ليه؟ ده اللي انا عاوزه. انت بتكسر ليه؟ الكاتابوليزم هدفه ايه؟ هدفه ان انا ليبريت انرجي. هذه بقى الانرجي هستخدمها في ايه؟ كلام مهم جدا 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 جدا، فيري 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 امبورتنت those who would like to have a weight reduction. عاوز يخس. وانا الانرجي اللي بتطلع من الاكل دي بتروح فين؟ بتروح فين؟ انا اكلت، I had a meal and this meal is oxidized and this the food materials are broken down into simple smaller molecules with liberation of energy. What is the source of this energy? What is the fate of this energy? Yes, this energy will be in the form of ATP. حلو، ال ATP ده هيروح فين؟ هستخدمه في، هصرفه، will be spent on what؟ هصرفه على ايه؟ يلا واحد اتنين. اول حاجة جزء هيبقى ATP وجزء هيطلع هيت. يبقى حضرتك the food oxidation of food البروتينز والكربوهيدرات والفات بينتج منه two main forms of energy اللي هم ايه وايه؟ جزء ATP وجزء هيت. طيب حلو، جزء ال ATP ده، this ATP هستخدمه اعمل بيه ايه؟ هعمل ايه؟ واحد اتنين، دي مصيبة، ثلاثة لو كلت كتير. واحد external work هحرقه، muscle contraction، همشي، هلعب رياضة، هلعب حديد، جيم and so on. internal work اديني امثلة، مش عليك كلهم، اديني امثلة. مثلا ال nerve impulse، مثلا nerve conduction، muscle tone، مثلا secretions بتاعت الجلانس، كل الactive transport اللي موجود في جسمي، sodium potassium ATPase pump، كل ده، البوتكالشيوم ATPase pump، كل الهيدروجين بامب، كل البامبس دي ما هي بتستهلك اي تي بي. يبقى اذا يا دكتور الانرجي اوف كاتابوليزم بتروح في تو مين سورسز، جزء على هيئه اي تي بي ذا فورم اوف اي تي بي اند بارت ان ذا فورم اوف هيت تو مينتين ذا بودي تمبريتشر. ذا بارت اوف اي تي بي، هذا الاي تي بي عنده حاجه من ثلاثه، ايذر ات از جوينج تو بي اكزورتد، هبذله او هستخدمه اون اكسترنال ورك ماسل كونتراكشنز، it's going to be spent on internal work. طب يا دكتور الانرجي اللي انا، الاكل اللي انا اكلته، the amount of food I had ingested كانت كتير قوي، انتجت اي تي بي كتير قوي، جزء طلع هيت وجزء internal work وجزء external work وفي لسه جزء excess وفي لسه جزء excess. What is the fate of excess؟ What is the fate of excess؟ مين يقول لي؟ What is the fate of excess؟ هيعمل ايه؟ هو ده اللي هيعمل it will be stored in the form of fat. It will be stored in the form of fat. الله، أيوة تمام. It will be stored. طبعا دي مشكلة لأن تعاني من الأوبيزيتي. خلاص تمام. It will be stored in the form of excess fat. خلاص. طيب ده كلام كويس جدا جدا جدا. أوكي تمام. Anabolism. العكس. Anabolism. أنا بعمل العكس. I'm going to use the small molecules. بعد ما عملت ingestion, these small molecules, I'm going to use these small molecules, اللي هي الامينو اسيدز والفاتي اسيدز والمونوساكرايدز, to synthesis of complex or macro molecules. Okay? تمام؟ طيب. العكس. طيب. تعالوا بقى نشوف قبل ما ناخد الميتابوليك ريت, نشوف what is the meaning of calorie. مين يعرف يقول لي what is the definition of calorie من غير ما تبص قدامك يا غشاش؟ يعني ايه كالوري اللي انت خدته في ابتدائي؟ يعني ايه كالوري؟ لا كالوري مش يعني ميتابوليك ريت يا ليان. كالوري دي يونت اوف ميجرمنت, دي وحده قياس.
واحد القياس energy، واحد القياس طاقة، أنهي طاقة؟ which form of energy، which form of energy، electrical ولا chemical ولا mechanical ولا إيه بالظبط؟ unit of measurement of both no any form of heat any form of chemical heat it is a unit of measurement of heat energy. يبقى اذا يا دكتور وحده قياس الهيت هي الكالوري، يبقى كالوري is a unit for measurement زي ما اقول لك وحده قياس الاوزان الجرام او المول، وحده قياس الاطوال lenses المتر الملي السنتيمتر وهكذا. يبقى الكالوري it is the unit for measurement of heat energy، واحد قياس الطاقة الحرارية is calorie. تمام. What is the definition of calorie؟ If you have 1 gram of water and you would like to raise its temperature، like ترفع its temperature 1 degree centigrade، the amount of heat required is called calorie. So what is calorie؟ كيلو كالوري. هنشوف الكيلو كالوري دلوقتي حالا يا سبا. يبقى what is calorie؟ calorie it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water 1 degree centigrade. definition عليك. definition عليك. the definition mean the definition الكالوري. تمام. طيب سبا سألت سؤال، قالت لي قالت لي امال ايه الكيلو كالوري؟ 1000. it is the amount of heat energy required to raise the temperature، مش 1 جرام بقى، 1000 جرام، يعني 1 كيلو جرام of water 1 degree centigrade، 1 كيلو جرام of water 1 degree centigrade. it is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 كيلو جرام، مش كالوري، يعني كيلو كالوري 1 كيلو جرام of water 1 degree centigrade. عايزك تركز، concentrate. what is the sign، هي علامة الكالوري؟ small c. what is the sign for calorie؟ small c. the sign for calorie is a small c. what is the sign of kilo calorie؟ يا اما يا اما يا اما ايه يا اما الاثنين واحد، الاثنين واحد، يا تقول لي kc k capital and c small ده اسمه كيلو كالوري، 1000 كالوري صغير، or c capital calorie. يبقى لما تشوف كلمه c capital اعرف ان انا بتكلم على كيلو كالوري، بتكلم على 1000 سعر. اوكي تمام. كلام جميل جدا جدا جدا. اوكي ساعات كده لما تيجي تاكل يقول لك انا والله عاوز I would like to know the caloric value of food، يعني المحتوى الحراري الاكل ده لما هاكله how many calories I'm going to gain، الاكل ده لما هاكله اكتسب كم كالوري. what is the meaning of caloric value of food؟ caloric value of food in general it is the amount of heat energy، دي كمية الحرارة متقاسة بالكالوري، that will be liberated اللي هتتصاعد when you are going to oxidize 1 gram. مهم جدا جدا جدا. it is the amount of heat energy liberated when you oxidize 1 gram of certain food type. ده الكالوريك فاليو. طب يا دكتور هو الفود ده هيبقى اوكسيدايزد انسايد ذا بودي ولا اوتسايد ذا بودي؟ ايه ده، هو ممكن الفود يبقى اوكسيدايزد اوتسايد ذا بودي؟ ايوه اكسبيرمنتالي في المعمل. يبقى اذا الكالوريك فاليو وي هاف تو تايبس اوف كالوريك فاليو، وي هاف تو تايبس اوف كالوريك فاليو. دي اخر حاجه النهارده هناخدها يا بنات، اخر حاجه ان شاء الله باذن الله. وات از ذا مينينج اوف كالوريك فاليو اوف فود؟ كالوريك فاليو اوف فود دي يا دكتور اماونت اوف هيت انرجي ليبريتد فروم اوكسيديشن اوف 1 جرام اوف فود. والله لو جوه الجسم inside the body الاكسديشن حصل inside the body بقى اسمها ايه؟ فيسيولوجيك. لو outside the body، لو outside the body بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها physical caloric value. يبقى يا دكتور انا عندي كام caloric value food؟ مين شاطر تقول لي عندي كام caloric value food؟ 2. حلوه يا باسم. ايه وايه وفين وفين؟ صح صح. ايه وايه وفين وفين؟ اسمهم ايه؟ ها؟ فيزيكال دي فين يا ليال؟
فيزيكال اوتسايد يا باسم، فيزيكال اوتسايد صح يا ريان. طب وفيسيولوجيك؟ ها فيسيولوجي، انا فيسيولوجي، يلا انا يلا بابا انسايد صح، برافو فيسيولوجيك انسايد، ده كلام كويس جدا تمام. لا تسبيح، تسبيح استنى استنى، تسبيح لا غلط، التسبيح الفيزيكال فين والفيسيولوجيك فين؟ فيسيو انسايد صح. طب فيسيولوجيك تسبيح، فيسيولوجيك جوه الجسم، فيزيكال اوتسايد. فيزيكال زي ما نعمه بتحاول تقول لكم فيزيكال اكتيفيتي يعني اوتسايد، انما فيسيولوجيك اللي هو انا جوه الجسم. خلاص انا عمال من ساعه ما قابلتكم عمال اكلمكم على اللي بيحصل جوه جسمك، يبقى انا فيسيولوجيك تمام. بص على الجدول ده مهم جدا جدا جدا، للاسف الارقام اللي عليه اللي فيه عليك. This table compares between the caloric value inside and outside, physical and physiologic, outside and inside. ملاحظ حاجة؟ وحدة القياس ايه؟ مين شاطر تقول لي وحدة the unit of measurement ايه؟ الديفينيشنز علينا. ها وحدة القياس ايه؟ مين شاطر تقول لي وحدة قياس الكالوريك فاليو فود ايه؟ ها ها وحدة قياس ايه؟ كالوري، كالوري ده كالوري، شوف شوف بس انا كاتبه ايه وسبق كاتبه ايه، سبق كاتبه كالوري كبير صح بالجرام او كيلو كالوري بالجرام صح، انما اللي بس انا كاتبه مش صح، بس انا كاتبه، انا عارف ان هي قصدها تكتب كالوري كبير ومش عارفه تكتب كابيتال ازاي، بس انا بستغل الفرصه عشان اقول لك ان يا دكتور the chemical energies the chemical reactions inside your body، التفاعلات الكيميائيه جوه جسمك ما بتطلعش كميه طاقه قليله، بتطلع كميه طاقه كبيره بالكيلو كالوري او بالكالوري سي الكبير. اوكي تمام. الكالوريك فاليو اوف كربوهيدرات جوه الجسم زي بره الجسم ولا لا؟ رد عليا. ما انا عارف يا بس انا والله من غير ما تقول قلت تمام. طيب ها الكالوريك فاليو ايكوال صح صح. طب الفات كام؟ 4.1 هرمز، 4.1 هرمز. طب الفات جوه الجسم وبره الجسم فيسيولوجيك وفيزيكال 90 93 9.3. طب البروتينز، البروتينز ايه؟ مين اعلى جوه الجسم ولا بره الجسم؟ جوه الجسم ولا بره الجسم؟ اوت سايد. عارف ده معناه ايه؟ اقول لك انا، the physical caloric value of proteins اللي هي 5.3 outside the body means that proteins outside the body، شوف كده شوف كده، undergoes ها ايه؟ outside the body undergoes ايه؟ full oxidation. حصل لها ايه outside the body؟ full oxidation. طب inside the body حصل لها ايه؟ حصل لها partial oxidation. طب ليه يا دكتور؟ ليه؟ يعني ليه جوه الجسم partial oxidation وبره الجسم full oxidation؟ قال لك because if the oxidation of proteins is full this will result in fatal acidic compounds. Fatal acidic compounds. تمام؟ هتعمل لك acidosis drop of pH acidosis and this is incompatible with life. يبقى يا دكتور، دكتور الفيزيكال والفيسيولوجيك كالوريك فاليوز اوف فود فور كربوهيدرات اند فاتس ذا سيم 4.1 4.1 فور كربوهيدرات 9.3 9.3 فور فاتس، هاويفر فور بروتينز ات از ديفرنت، ات از هاير اوتسايد ذا بودي بيكوز بروتينز ار فولي اكسيدايزد اوتسايد ذا بودي وايل ات از ليس انسايد ذا بودي اتس 4.1 بيكوز بروتينز ار اوكسيدايزد بارشلي انسايد ذا بودي. This is what we call partial oxidation, and this results in what? Because if the proteins are fully oxidized inside the body, this would result in formation of fatal acidic compounds, which would result in fatal acidosis, drop in pH, and this is incompatible with life. صعب الكلام يا بنات؟ صعب الكلام؟ تمام؟ كده احنا واقفين لحد هنا. Thank you for attendance. مين اللي ما جاش يا بنات؟ مين اللي ما جاش؟ بدود ومين تاني؟ Thank you, thank you, thank you.